أهلا بكم من جديد. تعتزم مجموعة جي إي سي الإعلامية التي تتخذ من دولة الإمارات العربية المتحدة مقرا لها إقامة حدث مزدوج لتدشين كتاب وعقد مؤتمر افتراضي تحت عنوان الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضرورة حتمية بعد كورونا، وذلك تحت رعاية الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا رئيس هيئة الطاقة المستدامة. ويناقش المؤتمر استثمار الذكاء الاصطناعي والحلول التي يمكن أن توفرها للمساعدة في حلحلة المشاكل والمعوقات التي تواجهها معظم الشركات والحكومات والأفراد في ظل الجائحة التي أدت إلى ركود اقتصادي كبير في معظم القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، ومن ضمنها قطاعات التعليم والصحة وغيرها من القطاعات الحيوية. أكد الدكتور بشر محمد موفق أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي بجامعة العلوم التطبيقية في حلقة سابقة من برنامج حديث اليوم الذي يعرض على تلفزيون البحرين أن هناك جوانب كثيرة من جائحة فيروس كورونا شجعت الأفراد والمستثمرين ورواد الأعمال في تغيير استراتيجياتهم المالية واتباع نظم ادخارية تقلل من صدمات الحياة وتحسن من جودة المعيشة. الإنفاق سواء كان حكومي أو خاص أو استثماري ولا استهلاكي ولا بدأوا يغيرون مكانه، يغير الموقع، مش أنه قلل، لكن بدال ما مثلا كان يصرف في هذا البند في أهم أشياء أهم منه، بدال أنا أسوى على سبيل المثال عندي مشروع حق 50 جسر 20 مطار أو الآن أخفف من هذه الأشياء لأني ما بحتاج مطارات، ما في حركة مطارات، ما بحتاج جسور وايد لأنه ما في، ولكن أنا محتاج لعلاج كورونا. جانب فعلا من الناس أو قطاع منهم، حتى على فكرة من المستثمرين، من أصحاب الاستثمارات وأصحاب الإنتاج اللي هم رواد الأعمال، حتى هؤلاء استفادوا فعلا من هذه الأزمة. اللي كان يستثمر في قطاع وضعف عليه الطلب مثلا كان على سبيل المثال في الحلاقين مثل ما كنا نتكلم، او الصالونات، او مثلا في قطاع الخدمات اللي تحتاج الى احتكاك، وهذه اوقفوها في فتره، الاغلب دول العالم اوقفت هذه الخدمات، بدا يفكر بنشاط اكثر فائده وايضا يتواءم مع ازمه كورونا. لذلك مثلا شفنا صناعه الكمامات، صار عندنا منازل تصنع كمامات، صار عندنا مصانع حتى في أمريكا، مصانع مثل فورد وجنرال موتورز وهذيلة، صار ينتج لك أجهزة تنفس صناعي. إذن هو فعلا غير فيه وأخذ الدرس من كورونا بحيث يغير في نشاطه. أعلن بنك البحرين والكويت استراتيجيته الجديدة لتعزيز مسؤوليته الاجتماعية الداعمة لأهداف التنمية المستدامة للمجتمع البحريني عبر خطة وأهداف أكثر فعالية تراعي فيها احتياجات المجتمع وتطلعات مساهمي البنك. وكشف الدكتور عبد الرحمن علي سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت أن البنك سيركز برعايته ودعمه هذا العام على مجال التعليم والتدريب، وذلك عبر عدة مبادرات تتضمن رعاية ودعم تعليم وتدريب مئات من الشباب البحريني بالتعاون مع أكاديميات عالمية ومرموقة. وننتقل الآن مشاهدينا إلى أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. النشرة الاقتصادية مستمرة من تلفزيون البحرين وفيها بعد قليل. المعدن والأصفر يستفيد من وضعه كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية. نواصل النشرة الاقتصادية مشاهدينا مع فقرة إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات هذا اليوم، ونبدأ مع بورصة البحرين
حيث أقفل مؤشر البحرين العام عند مستوى 1283 نقطة بارتفاع بنسبة 20%، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع البنوك التجارية. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة 4,123,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 337,000 دينار، تم تنفيذها من خلال 47 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار. أما بالنسبة إلى إغلاقات باقي البورصات الخليجية فقد أغلقت جميعها في المنطقة الحمراء كما نشاهد، وجاءت في مقدمة المتراجعين سوق دبي المالي التي أقفلت على انخفاض بنسبة 69%. أعلنت STC البحرين إطلاق أول شبكة جيل خامس داخلية متكاملة في المملكة من خلال طرح معايير جديدة في تطوير البنية التحتية الشاملة الداعمة لشبكة الجيل الخامس 5G، حيث تم إطلاق هذه الشبكة في مقر الشركة الرئيسي بالتعاون مع شركة واوي، مما يتماشى مع الرؤية الرقمية لشركة STC البحرين في إنشاء معايير تكنولوجية مبتكرة مع طرح تجارب وفرص جديدة لعملائها من الشركات والأفراد. أعلنت شركة أندرا للعلاقات العامة إطلاقها لجلساتها الحوارية الافتراضية في التكنولوجيا المالية أو ما يعرف باختصارا بفينتك للعام 2020، وذلك بالشراكة مع برينك باتلكو. وتأتي النسخة السادسة من سلسلة الحلقات تحت عنوان ما هي الصحة المالية للموظف وما مدى أهميتها وكيف ينبغي دمجها في عملك. وقد سلطت الفعالية الضوء على عدة مواضيع، منها لماذا يتوجب على الشركات سن استراتيجية تعنى بالصحة المالية للموظف، بالإضافة إلى فوائد تعليم وتمكين الموظفين لأخذ القرارات المالية الصحيحة. أعلنت الجزائر أنها ستطلق خطة اقتصادية جديدة لتقليل الاعتماد على النفط والغاز، وأنها ستمنح القطاع الخاص دورا أكبر بالتزامن مع مواجهة ضغوط مالية بعد انخفاض عائدات موارد الطاقة. وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن بناء اقتصاد حقيقي جديد يستلزم تغيير الذهنيات وإطلاق المبادرات وتحريرها من القيود البيروقراطية ومراجعة النصوص القانونية الحالية أو تكييفها بروح واقعية تنطلق من المنطق الاقتصادي بدل الممارسات الآنية. حثت المدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا صناع السياسات على استخدام استجاباتهم لوباء كورونا لصالح معالجة تغير المناخ. وقالت جورجيفا خلال مؤتمر لمنظمة العمل الدولية أنه بالنظر للمستقبل ينبغي أن تضع السياسات الأساس للتعافي الاقتصادي المرن منخفض الركوب أو منخفض الكربون، ومن شأن ذلك أن يخلق ملايين الوظائف في الوقت الذي يساعد في معالجة أزمة المناخ. والآن نترككم مع أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية.
تجاوز سعر الأونصة الذهب 1800 دولار للمرة الأولى منذ عام 2011، إذ استفاد المعدن الأصفر من وضعه كملاذ آمن في أوقات الاضطرابات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا. ويعد هذا أعلى مستوى للذهب منذ 8 سنوات ونصف. وقال كبير المتداولين في يو اس جلوبال انفسترز مايكل ماتوسيك إنه عندما يكون هناك خوف، سواء كان فيروس كورونا أو خوف من أن الاقتصاد لا يلبي بلاء ولا يبني بلاء حسنا، فإن ذلك دائما ما يكون عاملا داعما للذهب.